بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، اهلا بكم في 90 دقيقة. معارك الرئاسة وخناقاتها وصفقاتها بدأت مبكرا وتوالت المفاجآت. من اشتباك الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح مع الفريق احمد شفيق الى الاجتماعات غير المعلنة لقيادات التيار الاسلامي للاتفاق على مرشحهم التوافقي للرئاسة، الى مفاجأة المرشد العام لجماعة الاخوان النهاردة بان مرشحهم للرئاسة لن يكون اسلاميا. كل ده كان على مدار الساعات الأخيرة مجرد الطلقة الأولى في معركة الرئاسة اللي بدأت ملتهبة، ويبدو أننا مقبلين على مفاجآت لن يكون آخرها دخول الوزير السابق في نظام مبارك الدكتور محمود الشريف سباق الرئاسة رسميا. واللي احنا شايفينه لغاية النهاردة هو فقط فوهة البركان اللي فوق راس الجبل، إنما تحت الجبل فهناك بقى اتصالات وصفقات تجرى وربما تسفر قريبا عن مفاجأة كبرى لما يعلن الإخوان المسلمين عن مرشحهم للرئاسة، واللي كل المؤشرات بترجح حتى الآن أنه ممكن يكون الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية، وهو الاسم الوحيد اللي ما تعرضش للهجوم أو للتشويه حتى الآن. عموما في كل يوم وكل دقيقة بيجري ماء جديد في النهر، ومصر كلها بتنتظر نهر النيل يقول كلمته الأخيرة لمستقبل مصر على الأقل خلال الخمس سنين اللي جاية. وتعالوا بقى نبدأ بأول أخبارنا النهاردة. النهاردة كشف الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين عن جانب من هوية مرشح الجماعة للانتخابات الرئاسية، واللي مقرر فتح باب الترشح ليها يوم 10 مارس القادم. وقال الدكتور بديع ان الجماعة هتبحث عمن ستفضله من بين المرشحين بعد ان يستوفي المرشحون الشروط، وحدد المرشد العام اهم الشروط في ان يكون المرشح غير منتمي لتيار اسلامي ولكنه يحترم التيار الاسلامي وفكره وثقافته، وان يكون توافقيا في اغلب تركيبته السياسية وسلطاته منضبطة برقابة شعبية. مش عارفين مين بقى من المرشحين الحاليين ولا المحتملين ولا اللي جايين ننطبق عليه هذه الشروط. اظن الايام القليلة القادمة هتكشف لنا عن من هو مرشح التيار الاسلامي. النهاردة النائب عصام سلطان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط تقدم بمذكرة لرئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتكني لبحث النواحي الدستورية بشأن فكرة تشكيل حكومة ائتلافية. وقالت المذكرة أنه لا يوجد بمجلس الشعب حاليا حزب يتمتع بالأغلبية يمكن أن يقود هذه الحكومة، ولكن يوجد حزب يتمتع بالأكثرية، طبعا يقصد سلطان حزب الحرية والعدالة. وقال سلطان أن الإعلان الدستوري بينظم تشكيل حكومة ائتلافية بقيادة حزب الأكثرية أم لا؟ ومن الواضح أن إعلان حزب الحرية والعدالة عن استعداده لتشكيل حكومة ائتلافية أثار جدل كبير، رغم نفي حزب النور تاني أكبر الكتل في البرلمان النهاردة وجود أي اتصالات مع حزب الأغلبية أو الأكثرية لتشكيل الحكومة. عموما قضية تشكيل حكومة ائتلافية من عدمه ورحيل حكومة الجنزوري، اتصور ان هو ده الصدام القادم اللي هيكون ما بين الاخوان او بين حزب الحرية والعدالة وبين المجلس العسكري. النهاردة ايضا قدم الدكتور احمد سعيد رئيس حزب المصريين الاحرار ونائب مجلس الشعب مشروع قانون لمحاكمة الوزراء ومن في حكمهم الى رئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتكني. وقال رئيس المصريين الاحرار ان ده مشروع مهم لاستكمال المنظومة القانونية حين تنشأ الحاجة إلى تشريع وحتى تتحدد المسؤولية الجنائية للوزراء ومن في حكمهم. ونص المشروع في مادته الأولى على أنه ينطبق القانون على نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، وكذلك على المحافظين ورؤساء المدن الهامة. النهاردة أمام مجلس الوزراء عادت المظاهرات الفئوية إلى الرصيف بعدما فشلوا في الوصول للبرلمان بسبب الحصار الأمني.
تعالوا نشوف النهارده الناس قدام مجلس الوزراء كانوا عايزين ايه. وقفة احتجاجية نظمها عشرات الموظفين بإدارة تحديث البيانات بالبنك الأهلي المصري أمام مقر مجلس الوزراء. طلبوا فيها الجنزوري التدخل لإنهاء أزمتهم بعد أن قامت قوات الأمن بفرض كردون أمني حول مقر مجلس الشعب. مطلبنا إن احنا عايزين نتعين، يعني هما قعدونا سنتين في البنك على أساس إن احنا هنتعين. في ناس اتجوزت وفي ناس مسؤولة وفي ناس مسؤولة عن الأطفال. إيه المطلوب مننا؟ ان احنا نقعد في الشارع وان احنا ندخل نعمل زي البلطجيه. احنا واقفين هنا وقفه سلميه، كل بنطالب بيه احنا بنطالب بحقنا. البنك عباره عن اسر، عيله جوه البنك، تلاقي واحد واخوه ومغزل ازواجهم موجودين وعاوز يجيب ابنه وعاوز يجيب ابن عمه وعاوز يجيب، فهتلاقي عيله جوه البنك كلهم معارف وكلهم مواصلات وكلهم متداخلين في بعض. فاحنا هنروح فين؟ هو دلوقتي راح ال 150 ال 150 موظف دول، حوالي 150 موظف موجودين في فروع مصر كلها، فروع مصر كلها. طب يعني لو يعني 150 موظف يعملوا للبنك، يعني مش عدد كبير يعني ممكن يعينهم، لكن هو بيمشيهم. عاوز يجيب بقى ابناء الموظفين، عاوز يجيب مصاب الثوره، ماشي يجيبهم على عيننا وراس، بس مش على حسابنا. وقدمت طلب في كل الجهات المختصه والغير مختصه، ما ادونيش اي، وانا ظروفي زي ما انتم شايفين، وعيالي عايز اصرف عليهم، انا مش عايز ابقى من الشارع، مش عايز يعني الجا لاي طريق غير مشروع. انا طول عمري بني ادم محترم وعايز امشي بما يرضي الله. لم تقتصر الوقفة على موظفي البنك الأهلي فحسب، بل موظفي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أيضا. أولا احنا مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء، احنا معتصمين هنا بقالنا 4 أيام. يعني مفيش أي نتيجة طلعنا منها بالاعتصام ده لحد النهاردة غير إنها مجرد وعود. احنا لجأنا لأعضاء مجلس الشعب، بس يعني قالوا إن احنا هنحل الموضوع وهنناقش الموضوع في الجلسات، إنما برضو محصلش حاجة. ولما طلعنا في لجنة الشكاوى والمقترحات قابلنا دكتور صفوت النحاس وإن هو ما عندوش مشكلة بس عايز ورقة من المركز. لما طلعنا للمركز قابلنا رئيس المركز دكتور حاتم القاضي، قال لأ إنه الكلام ده مش صحيح، لازم دكتور صفوت النحاس الأول اللي يقول إن هو عنده درجات وظيفية عشان يقدر يعين. فاحنا مش عارفين الحقيقة فين. احنا ما بنطلبش حاجة، ما بنطلبش ان احنا نعتصم عشان مكافآت، ما بنطلبش ان احنا بنعتصم علشان زيادة مرتبات، احنا بنطلب حقنا. بنقول احنا عايزين ورقة تقول ان احنا متعينين، تقول ان انا مش ممكن ما يجيش حد يجي يقول لي انت بكرة انا مش عايزك معايا في المكان ده. احنا وصلنا ان احنا منعنا من ندخل الشارع بتاعنا. ازاي ان هو ندخل الشارع بتاعنا وطلعنا المبنى يطردونا منه؟ يعني ناس طلع المبنى يطردوها. طبعا دي مش اجراءات المفروض تتم، يعني المفروض ان احنا بنتعامل باحترام، ما عملناش تصرف يخليهم يتصرفوا معانا بعدم احترام. الناس المعينين في المركز عملوا احتجاج ساعه، استجابوا لمطالبهم. احنا واقفين بقالنا 4 أيام ومحدش عايز يستجيب لمطالبنا. مطالب فئوية تتكرر في ظل حكومة الجنزوري وفي ظل برلمان الثورة، لكن السؤال الذي يطرح في كل حين، هل تحقيق المطالب امر سيطول انتظاره؟ ام ستكون الاضرابات والاعتصامات هي السبيل الوحيد لتنفيذ المطالب؟ آية راضي، 90 دقيقة، قناة المحور. كل مشكلة من هذه المشاكل ليها حل، بس حلها ايه بقى؟ حلها ان حد من المسؤولين المحترمين ينزل يقعد في تخصصه مع الناس اللي عندهم مشاكل. يعني اللي عندهم مشاكل مثلا سيف البنك الاهلي، رئيس البنك الاهلي او من ينوب عنه، او وزير الماليه او محافظ البنك المركزي، يبعت من ينوب عنه يقعد مع الناس دي ويشوف مشاكلهم ايه. العاملين في مجلس الوزراء اللي هم داخل مجلس الوزراء يبعت الدكتور كمال الجنزوري حد من عنده ينزل يقعد معاهم. المشكله تتفاقم ليه؟ المشكله تتفاقم لان الناس دي كل يوم عندهم مشاكل، قاعدين في الشارع ما حدش بيعبرهم، فبيزيد عددهم وبيكتروا، كل واحد عنده مشكله بيروح يقف هناك. لكن لو حلينا المشاكل دي من البدايه هتنتهي. على الاقل مش لازم ندي وعود حاليه، لكن نقول بكره هنعمل كذا ونكون صادقين، خطتنا خلال 6 شهور هنعمل كذا ونكون صادقين. المهم نكون صادقين وعندنا نيه للحل، لكن نسيب كده صوتهم يتبح في الشارع ومحدش يعبرهم، ده العيب. اعترف النهارده السيد وزير الصحه والسكان الدكتور فؤاد النووي بوجود حالات اطفال تم نقلها الى المستشفيات بالصعيد والوجه البحري بسبب اعراض ظهرت عليهم، لم يتم حتى الان معرفه سببها، والغالب انها عدوى بسبب تناول ادويه
أو تطعيمات مضروبة. وقال الوزير في مؤتمر صحفي أنه خاطب مديرية الصحة بالمحافظات لمعرفة أسباب انتشار الإصابات بين الأطفال. ونفى الوزير مجددا أن تكون الوزارة قامت بحملات تطعيم، وكان عدد من الأطفال بمحافظات الصعيد قد تم نقلهم إلى المستشفيات من الحد اللي فات لغاية النهاردة إثر إعطائهم تطعيمات بأمبولات منتهية الصلاحية، مما تسبب في حالة من الهلع بين الأهالي. معنا على التليفون الدكتور عمرو أنديل مساعد وزير الصحة للشؤون الوقائية. دكتور عمرو مساء الخير. أهلا مساء النور أستاذ عمرو، أهلا بحضرتك. إيه حقيقة الإصابات اللي في الصعيد يا دكتور عمرو؟ طيب أنا في الأول لحضرتك طبعا سمعت مقدمة سعادتك، هي أولا ما فيش أي إصابات نهائيا ولا في أي حالات تم تحويلها مستشفيات بسبب تطعيم مطر، القصة كلها هي شائعة. زي للأسف يعني ما أعرفش إيه اللي بيحصل الأيام ديت، الشائعات اللي عمالة تطلع. وزارة الصحة مفيش ما بتعملش في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي حاليا اي حملات سواء قوميه على المستوى القومي او على مستوى محدود في بعض المحافظات. التطعيمات كلها بتتم داخل مكاتب الصحه ومراكز رعايه الامومه والطفوله والمراكز الحضريه، اي تطعيمات في البيوت يعني مفيش مندوبين من عندكم بيروحوا يخبطوا على البيوت يقولوا للناس تطعيمات؟ حضرتك ما بنعمل لا بس لحظه دكتور عمرو، عشان انا برضو نوضح للناس دي نقطه مهمه. يعني دلوقتي اللي يروح يخبط، اصل في ناس كتير كلموني في التليفونات يقولوا لي ده في ناس خبطوا علينا. يا جماعه يعني بناء على كلام الدكتور عمرو، هو رجل مسؤول في وزاره الصحه، اللي يخبط على بيته ويقول له انا جاي من الصحه عشان اطعم ولادك امسكه وبلغ فيه البوليس فورا فورا فورا. يعني حضرتك لو واحنا على فكره احنا خطبنا مديريات الشؤون الصحيه لما طلعت الشائعه دي من 3 ايام بالظبط بهذا المعنى، وعملت بيان اعلامي امبارح وعملنا بيان اعلامي تاني النهارده، وان لو اي حد خبط على اي حد في البيت وقال له هديك تطعيم في البيت زي ما حضرتك قلت يبلغ عنه فورا. كل القصه كلها حضرتك ان هي دي شائعات، لكن مفيش نهائيا اي مرور على المنازل. الحاجه الثانيه حضرتك اتفضل، مفيش اي حالات تم تحويلها لاي مستشفيات بعد التطعيم في مكاتب الصحه ومراكز رعايه الامومه والطفوله، او زي ما حضرتك قلت كده في الصعيد في مستشفيات ناس تحولوا عليها زي ما حضرتك. مفيش خالص خالص. طب اشكرك انك انت وضحت لنا هذا الموضوع نهائيا. كويس قوي. والشائعات دي انا مش عارف الغرض منها ايه. احنا بنطعم كل سنه في مصر بنطعم 2 مليون و100 الف طفل ضد الامراض المسببه بالتطعيمات، ضد 9 امراض. نجحنا بالتطعيمات ديت ان احنا نقضي على مرض شلل الاطفال في مصر، ان احنا نحد من مرض الحصبه والحصبه الالماني، ان احنا نقلل كل الامراض المعديه. هو الهدف ايه في صحه الاطفال؟ يعني ايه مين اللي طلع الشائعات دي؟ يعني حرام كل حاجه نطلع فيها شائعات. صحيح. حتى يعني مش هنسيب صحه اطفالنا نطلع فيها شائعات كمان ان في تطعيمات بايظه وان في اطفال. واظنكم لما بيكون في حمله خاصه بشلل الاطفال او الجديري ولا اي حاجه بتعلنوا عنها في التلفزيونات وبتقولوا يا فندم، وفي الجرايد كلها وفي الراديو، وبنعمل اعلان وبنقول يا جماعه في حمله هتبدا كذا وكذا من بيت لبيت، والناس بنعمل كل الكلام ده وكلكم شاهدين على الكلام ده كله في وسائل اعلام مختلفه. فالمصلحه مين الشائعات دي؟ انا مش عارف بصراحه. يعني دكتور عمرو هادي لمصلحه اهم برنامج واخطر برنامج وانجح من انجح البرامج في وزاره الصحه ان احنا نضربه، ولا دي مصلحه مين يعني؟ عموما انت طمنتني دلوقتي على ان مفيش حالات، لان ده شيء مهم، لكن احنا بالتاكيد اذا كانت اشاعه يبقى الراي العام عارف النهارده، خلي بالكم لو حد خبط عليكم للمره الثانيه. هو الدكتور عمرو انديل مساعد وزير الصحه بياكد لكم مفيش اي حد بيروح المنازل عشان يطعم حد. ارجوكم اللي خبط عليكم اقبضوا عليه وبلغوا الشرطه فورا. ومن ناحيه ثانيه بشكر جدا الدكتور عمرو انديل على هذا الايضاح، شكرا جزيلا. شباب الالتراس الاهلاوي نظم النهارده مسيره كبيره من امام مقر النادي الاهلي بالجزيره لمقر معالي المستشار النائب العام، ورددوا فيها هتافات تطالب بالحرية والقصاص لشهداء مجزرة بورسعيد. كاميرا 90 دقيقة كانت معه. من قتل مشجعي الأهلي في استاد بورسعيد؟ ولماذا لم يتم محاسبة المقصرين حتى الآن؟ أسئلة طرحها أعضاء ألترس الأهلي في مسيرتهم اليوم إلى دار القضاء العالي. خطوة أولى مننا، عملنا مسيرة سلمية لحد النائب العام، وهنقف هناك لحد الساعة 9، الساعة 7 بالظبط
سبعة وربع هنبدأ نقرأ الفتحة ونقف 10 دقايق سكوت اللي هو وقت بالظبط ما حصل المذبحة في بورسعيد. دي رسالة جايين نوصلها للناس، عايزين نوريهم ان احنا مش هنسكت، مش هننسى الحق، مش هننسى الموضوع ده زي اي موضوع بيحصل في البلد والناس ما بيجيش حقها، لا احنا وراهم ومكملين، وراهم ناس كتير قوي اصحابهم رجالة هيجيبوا حقهم ان شاء الله. سرعة القصاص لان المحاكمات البطيئة اللي هي بقى لها سنة دي ما حدش بيحكم فيها، كل ما بتطول كل ما الناس بتثار اكتر وكل ما بتحصل مشاكل اكتر. فالقصاص اللي قال عليه ربنا في كل الكتب السماوية هو ده مطلبنا. سرعة القصاص، عايزين نعرف الناس دي ماتت بالشكل ده ازاي، وازاي اطفال تصل عمرها 12 سنة و14 دي تشنقوا في قلب المدرج والامن واقف. يعني هذا الشباب المثقف الواعي المحترم جاي عايز يعرف حق اولاده وحق اخواته وحق حبايبه وحق اصدقائه عند مين. مسيرة الألتراس لم تقتصر على جمهور الأهلي فقط. من أهداف المسيرة إن أي فصيل سياسي ما يتدخلش في الموضوع ده، لأن إحنا كمشجعين كرة وأما نمشي بصورة برضه، مش عايزين أي فصيل سياسي يركب الموجة أو أي حركات مع الاحترام الكامل ليها، بحيث إن يعني كشباب بنشجع كرة مش عايزين يعني إيه نخرب أي حد يجي يرفعنا يخطأ أو أي حزب يرفعنا يخطأ، لا هذا هؤلاء مشجعين كرة. والنقطة الأخيرة اللي بوجهها لشعب مصر العظيم أو مسؤولين عن الكرة في مصر، عودة الدوري مش هيرجع إلا لما يكون حق القصاص زي ما يرجع علينا. أنا زملكاوي أصلا وبرضو الأهلي والزمالك كرة مصر فرقة واحدة، احنا طبعا متعاطفين على اللي حصل في شعب بورسعيد ومش بنتهم شعب بورسعيد بالكلام ده، وبرضو مباراة كرة القدم ديت يعني مشجعين وكرة ما بيحصلش الكلام. مسيرة النهاردة رايحة للنائب العام تضامنا مع الشهداء شهداء النادي الأهلي، بنتضامن معاهم وبنوقف وقفة سلمية ما فيهاش أي شيء خالص ومش هنحتك بحاجة، وإحنا جمهور الأهلي جمهور الزمالك جمهور الكرة المصرية ما بنخربش. إحنا هنقف مع أولاد الألتراس دول وهنساندهم لغاية ما ياخدوا حقهم وحق أولادهم وحق إخواتهم الشهداء اللي ماتوا من غير أي ذنب ومن غير أي سبب، بس أنا جاي عشان كده. القصاص وحق الشهداء رسالة واحدة حملها الأهلوية والزملكاوية وكل مشجع الكرة المصرية منطلقين بها من النادي الأهلي إلى مكتب النائب العام. إيمان توني، 90 دقيقة، قناة المحور. الله عليهم، والله الله عليهم، شباب مصر الجميل، أهلاوي ولا زملكاوي، شباب يفرح، شباب زي الورد والله، ربنا يحميهم ويحفظهم. ألتراس الأهلي وألتراس الزمالك وألتراس كل الأندية، عندنا شباب مصري رائع الواحد بيكون فخور لما بيشوفهم. فتاة الشرقية تؤكد أنها مسيحية والنيابة تقرر إخلاء سبيل المحتجزين، ده عنوان الخبر وتفاصيل الخبر. النهاردة قرر المستشار أحمد دعبس المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية إخلاء سبيل كل من رضا زوج شقيقة الفتاة وصبحي وجرجس المحتجزين على ذمة التحقيقات في قضية الفتاة المختطفة، بعدما عادت الفتاة رانيا خليل إبراهيم وأكدت أنها لم تتعرض لأي حالات اختطاف وأنها ما زالت تعتنق المسيحية. وتدخلت قوات الأمن وقامت بتفريق المتجمهرين من خلال إلقاء قنابل الغاز المسيلة للدموع بعد قيام بعض الأهالي برشق قوات الأمن الخاصة بتأمين الكنيسة بالحجارة، وتم الاتفاق على تهدئة الأمور. وأكد والد الفتاة خليل إبراهيم خلال الاجتماع أنه لن يسمح لأحد بإشعال فتنة بالقرية، وخاصة أنهم على قلب رجل واحد ولكنه متمسك بابنته لأنها قاصر. معنا على التليفون لمعرفة المزيد من المعلومات عن هذا الحدث الدكتور محمد شرف عضو مجلس الشعب عن حزب النور عشان يقول لنا الإجراءات التي تمت لحل هذه المشكلة. دكتور محمد مساء الخير. مساء النور يا سلام. يحكي لنا إيه اللي حصل والتداعيات ما حدث والحلول التي تمت. البنت رانيا خرجت من بيتها ظهر يوم الأحد الماضي وتقريبا ثاني يوم هي راحت لعمها في القاهرة أقامت عنده، فطبعا هي لما تغيرت
حوالي 24 ساعة على مباحث حرس ورجعت البنت. أثير في البلد إن هي البنت قد اختطفت. فطبعا شباب المتحمس والمدافع في البلد عملوا تجمهر في الموقف ده. هو يعني طبعا أنا أشكر دون ما مجاملة أشكر دون ما مجاملة للمسؤولين في المحافظة ومديرية الأمن اللي هي وقفت موقف استباقي ما استنتش ما تحصل أزمات ما تساعد وجود أفعال. نشرت قواتها مع لجان شعبية من القضية عشان وقفت الأجواء. اللجان الشعبية والقوات من الأمن المركزي والجيش كان شرط من مدير الأمن اللي هو محمد ناصر العنصري. وكان في الحقيقة قعدوا طوال الأزمة دي 48 ساعة بحيث هم نزعوا كثير الأزمة مع أعضاء مجلس الشعب كانوا متواجدين الليل والنهار بحيث ما يحصلش أي نوع من أنواع التعدي هنا أو هناك. البنت رجعت بعد 24 ساعة على مديرية الأمن. انسدد من القرية 10 أفراد اختارهم الناس ان هم يمثلوا القرية من اهل الرشد وراحوا استقبلوا في مكتب مدير الامن. والبنت كانت هناك في رعاية الامن مع بعض الضابطات العاملات في مديرية الامن. اي العشرة من القرية قعدوا مع البنت وفي وجود ابوها وفي وجود خطيبها لانها كانت خطبت من حوالي 3 شهور لفتى من القرية اسمه احمد. والدها ديانته ايه يا فندم؟ والدها اسلم من 2009. ايوه. وبعدين عمل لها اشهار اسلام من 4 شهور في الازهر. ايوه. وبعد اشهار الاسلام البنت اتخطبت لولد اسمه احمد من القريه. البنت اتخطبت في خطوبه معلنه في القريه كلها. حفل يعني خطوبه واضح وشبكه. البنت يوم الحد اللي فات راحت لعمها ولما رجعت بعد رجعتها المباحث في ثاني يوم على مديرية الأمن حصل اجتماع اللي قلت حضرتك عليه ده هو. أيوه. في وجود أعضاء مجلس الشعب وممثلين على السفير عام المحافظة كان موجود وعشرة من القرية ووالد البنت وخطيبها وأبو خطيبها. وكانت المشكلة مركبة إن البنت اخر ارائها كانت ان هي تحب ان هي تبقى على ديانه امها المسيحيه. وكانت حاجه في النقطه ان ابوها واوراقها مسلمه. ثالث حاجه ان هي مخطوبه لشخص. فاحنا يعني استقر راينا ان احنا نخلي البنت في المعادله دي صفر، ولا هي هلال ولا هي صليب ولا هي مسلمه ولا هي مسيحيه. نخلي البنت في المعادلة صفر ونخلي معادلة تأمين المكان وتأمين القرية واستقرار الأمور هو الهدف الأول، ثم بعد كده نفكك المشكلة المركبة من بنت مسلمة ولا مسيحية، ثم نفكك المشكلة أن هي مخطوبة لواحد مسلم اسمه أحمد، ثم أن أبوها متمسك بيها. فبدأنا نتعامل مع كل حاجة من دول بحيث أن إحنا نجزأهم. وانتظرنا كلام القضاء. فالنيابة النهارده حكمت ان البنت تذهب الى ابيها. فاحنا هنتعامل مع الموقف ده هو بما يحفظ للبنت حريتها وحريه رايها ويحفظ لها ذلك راحتها، في نفس الوقت يحافظ على يعني ما تفرضه اللوائح والقوانين ضغط ابوها بحيث ان هو يبقى دي مشكله نتعامل معها بعد كده في هدوء. احنا مع المسؤولين مع انت مع امها مع ابوها، لكن الان معدل امبارح مع احمد خطيبها مع البنت مع الموجودين وكان فيهم ناس من اللي هي بتحس بيهم في مدرسين او حاجات من هذا القبيل. قرر ان الخطوبه دي تتفتح كده. هي الان في حريه تاخد قرارها في جلسه ثمان. هي صغيره في السن عندها 15 سنه. فالامور الان تم تفتيتها تفتيت هادئ. دلوقتي لسه احنا في اجتماع، لسه يا دوبك خارجين من اجتماع حاشد في الطريق. وصلتوا لايه في الاجتماع يا دكتور محمد؟ استقرينا ان كل واحد يروح بيته. وان يكون اي حاجه محتاجه في القريه يكون العشره اللي انتدبوا
امبارح هم دول دايما هم اللي يتواصلوا مع المسؤولين في وجود اعضاء مجلس الشعب الممثلين عن الدايره بحيث ان هو اي امور يتم التعامل معها من خلال الناس المسؤوله وليس من خلال خروج كل واحد برايه وكل شاب يمشي في اتجاه. وقلنا ان كل واحد من القريه عرفا هيبقى مسؤول قدام المجلس الامناء ده هو ان هو يكون مسؤول عن الاسره بما تحوي من شباب صغير او شباب مندفع او غيره، مسؤول امامنا ان هو الناس دي تلتزم بما يملي عليه الكبار او الناس المسؤولة. ده كلام محترم جدا، واتصور في الامور اللي زي دي لازم يتم التهدئه وتجميد المواقف لحين حل المشكله حل جذري ان شاء الله. بشكر جدا الدكتور محمد شرف عضو مجلس الشعب. والحقيقه ان احداث العنف الطائفي ايضا من العمريه بالاسكندريه للشرقيه اثارت ردود فعل واسعه. المجلس الاستشاري طلب امبارح بتفعيل دور اللجنه الوطنيه للعدل والمساواه التي انشاها رئيس الوزراء السابق الدكتور عصام شرف، وذلك للحفاظ على هيبه الدوله وعدم التفريق بين ابناء الوطن الواحد. كمان كان في مؤتمر النهارده لدعم الوحده الوطنيه. تعال نشوف التقرير نرجع تاني. فهم الفهم الحقيقي للدين دائما عندما يقول الازهر كلمته فيه يسوق اليه الناس جميعا. تحت رعاية الأزهر الشريف والكاتدرائية المرقسية عقد اليوم مؤتمر للوحدة الوطنية تحت عنوان جسد واحد وطن واحد، والذي ارتكز على أهمية الهوية الوطنية وضرورة تفعيل قانون المواطنة. أهداف المؤتمر توعية المجتمع بأن الوطن كله بناء واحد، مجتمع واحد، نسج واحد، لا فرق بين مسلم وغير مسلم، لا فرق بين صغير ولا كبير. نعمل جميعا على رفعة هذا المجتمع ورفعة بنائه وتطوره وتنميته والأخذ بيده إلى طريق النجاح، والحفاظ على الهوية العربية لهذا الوطن، الحفاظ على ممتلكات هذا المجتمع. احنا طبعا بنعيش في وطن واحد ومحبة كاملة بين مسلم وبين مسيحي، وعايزين نعيش في سلام كلنا مع بعضينا في وطن واحد، الوطن لله لكل الجميع. فاحنا طبعا جميعنا عايزين ما فيش اي مشاكل بين مسلم ولا بين مسيحي، ونترابط مع بعضينا بالسلام وبالمحبة. تدويب الفوارق بين فئات الشعب، اول حاجة بناخد امثلة على ذلك، المسيحي ومسلم بنهدف الى ان احنا كلنا مصر واحدة، وطن واحد يسع الجميع، يسعنا مسلمين ومسيحيين. نفسي ان هو تفعيل القانون اللي هو تفعيل قانون المواطنة في القانون، بحيث ان المسيحي يبقى زي المسلم في كل الحقوق والواجبات، ما فيش تمييز بين حد وحد على اساس الدين، ان انا مصرية. نحن في حاجة الى ايجاد حلول كيف يمكن اعادة منظومة القيم مرة اخرى على مستوى التربية في المدارس منذ الحضانات وحتى الجامعة. التأكيد على ضرورة الوحدة الوطنية هو ما اتفق عليه الحاضرون اليوم، رافضين كل محاولات الوقيعة وإثارة الفتنة، مؤكدين على أن الدين لله والوطن للجميع. النهاردة شهدت جلسة محاكمة مبارك ونجليه ووزير داخليته الأسبق وستة من مساعديه مفاجأة غير متوقعة، حينما طالب ماهر بيبرس محامي أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق باستئذان المحكمة بعد إبداء دفوعه لعرض مقاطع فيديو، وقال إنها معدة من قبل وزارة الداخلية وفيها دليل براءة موكله. المقاطع بقى كانت عبارة عن إيه؟ كانت عبارة عن محاولات لفض عدد من المتظاهرين في أثناء الثورة، خصوصا يوم 30 و31 يناير. وهنا انتبه الجميع ان ده بيخالف باقي المحامين اللي قالوا ان الشرطة لم تتعامل مع المتظاهرين من لحظة نزول الجيش يوم 28، واعتبرت النيابة ان ده دليل ضد المراسي والمتهمين الاخرين، وقالت ان هذه المقاطع عبارة عن اعتراف من الدفاع بان مديرية امن الجيزة هي الوحيدة التي التزمت بتأمين الشوارع ولم تنسحب، بما يعد دليلا على إدانة المتهم 11 اللواء عمر الفرماوي
مدير أمن أكتوبر وقت الأحداث، ويبدو أن هذه القضية سوف تشهد أيضا العديد والعديد من المفاجآت. مؤسسة معا لتطوير العشوائيات برئاسة الفنان الكبير محمد صبحي وقعت بروتوكول تعاون مع منظمة الإغاثة الإسلامية لجمع مليار جنيه لتطوير العشوائيات. كاميرا 90 دقيقة كانت هناك. يحض على طعام المسكين. تعاني مصر من مشكلات عدة أرهقت شعبها، انتشار العشوائيات على رأس مشكلاتها. مؤسسة معا ضد العشوائيات وضعت حلولا جذرية للقضاء على العشوائيات من خلال بروتوكولا وقع اليوم بين المؤسسة وهيئة الإغاثة الإسلامية. مؤسسة معا من أجل تطوير العشوائيات كان في تفاهم بيننا وبين منظمة الإغاثة الإسلامية اللي أشرف بأن أنا كنت سفير نوايا حسنة فيها، عبر رحلاتي اللي أنا عملتها في أوروبا وفي أمريكا على نفقتي الخاصة علشان نجمع المليار المفروض يعني، وإحنا في طريقنا لده. إنما تم تفاهم وتعاون بيننا وبين الإغاثة، منظمة الإغاثة الإسلامية، على أنها تشارك في بناء الصرح اللي احنا بنقدمه تحت شعار نحن نبني البشر قبل أن نبني الحجر. من ننفذ حاجة ولو نموذج واحد على أرض الواقع هو ده هيكون أحسن شيء للناس تصدق أن دي حملة واقعية وفعلية تشارك فيها، نستطيع أن ننجز باقي مراحل المشروع. البروتوكول ده هيفعل من خلال حاجتين، في مساعدات مالية وطبعا دي هتساعد في المنشآت اللي احنا هنعملها، وفي مساعدات عينية هتكون في مثلا مستشفى كاملة أو مدرسة كاملة، ودي طبعا بتمثل حاجة هامة جدا جدا احنا محتاجينها. لما كنا بنقول يا جماعة عايزين نعمل نقلة حضارية في شكل المساكن العشوائية، فوجئنا ان الاخوة في سوريا والعراق وفلسطين وليبيا وحتى دول ممكن يكون اليمن، دول فيها ثورات ومحتاجة بناء، ومع ذلك في حب مستقر في القلوب تجاه تطوير مصر. فطبعا بروتوكول نافع جدا جدا مع مؤسسة بتربطنا بالمغتربين في العالم علشان يدعموا هذه القضية الأساسية في النهضة القادمة المصرية. أول سنة بس، ده أول سنة إن شاء الله. مؤسسة معا ضد العشوائيات قررت أن تبني مصر، فكان شعارها نحن نبني البشر قبل الحجر، فوضعت يدها تعاونا مع هيئة الإغاثة الإسلامية للقضاء على أكبر مشكلة ضد الثورة وضد الاقتصاد وضد الحرية، مشكلة ملايين يعيشون خارج الحياة، العشوائيات. ياسمين الضوي، 90 دقيقة، قناة المحور. شكرا ياسمين. النهاردة طلبت كلية الهندسة جامعة عين شمس قد قرروا الاعتصام إلى أجل غير مسمى لحين قيام المجلس العسكري بترك السلطة في البلاد. الطلبة النهاردة زي ما حضراتكم شايفين قدامكم على الفيديو أقاموا أيضا بخلاف الاعتصام، أقاموا خيام في داخل الحرم الجامعي وحيقيموا فيها، وقرروا الاعتصام وتوقف الدراسة هناك لحين تحقيق مطالبهم. وكانوا طبعا في تظاهرة النهاردة ماشية كانوا شايلين فيها نعوش فارغة يعني تضامنا مع أرواح الشهداء الذين راحوا في خلال الأحداث المؤسفة التي وقعت مؤخرا في بورسعيد. هذا الاعتصام زي ما قلت لكم كما جاءنا من الطلبة في بيان صادر، اعتصام لحين تحقيق مطالبهم. خلونا نقول لحضراتكم عندنا النهاردة بعد الفاصل هيكون ضيفي السياسي الكبير الدكتور أسامة الغزالي حرب، هنتكلم على مصر الآن والاستعداد لانتخابات رئاسية قادمة. الفقرة الثانية هكون مع الدكتور سعد الهلالي أستاذ الفقه المقارن. أما المفاجأة النهاردة عندنا، سهرتنا النهاردة هتكون مع فرقة كايروكي، فرقة جميلة كايروكي، فرقة ليها يعني أولا دول شباب جميل كانوا موجودين في الميدان من أول لحظة، عملوا أبدع وأجمل الأغاني اللي احنا كلنا بنغنيها الآن، فإن شاء الله ده هيكون بقى ختامها مسك معهم إن شاء الله بإذن الله. فاصل ونعود لنستقبل الأستاذ الدكتور أسامة الغزالي حرب، أرجوكم تابعونا.